السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباير بوكلت 2024 امتحان رقم 33. نقط ويل هاز بين دج، وعايز يقول البئر الايه تم حفره ان ذا ديزرت في الصحراء تو بروفايد بيبل ويز ووتر، عشان يزود الناس بالمياه. طيب انت عندك ويل هنا اسم، ليه الاسم؟ لان جاي بعدها فعل تم حفره، يبقى ويل هنا معناها بئر. طب هو هنا عايز يقول لك البئر اللي طوله مثلا 20 متر، تمام. طب ويل دي مفرد، ويل مفرد اللي هي البئر دي، وهو عايز صفه مركبه قبلها. طالما جاب صفه مركبه قبلها يبقى الصفه المركبه اللي قبلها تكون كلماتها ما فيهاش اس، ما فيش كلمه اخرها اس، ما تكونش كلمه جامعه. وطالما جايب الاسم كمان يبقى لازم يكون بين الكلمتين في الصفة المركبة هايفن. يعني ايه؟ يعني نقول 20 هاي بعدين متر وبينهم هايفن. طب امتى قلت 20 مترز؟ لو قلت اول از 20 مترز يعني طوله بقى 20 متر لما يكون في الاخر، يعني لما يكون الرقم ده في الاخر، انما جاي قبل الاسم يبقى كل الصفه المركبه تكون ايه؟ تكون مفرد وبينها هايفن. نجيب محفوظ ماله؟ وز ابايونير، هو رائد ان نقط عربيك لتراتشر. الجمله دي جت في الامتحان اللي بيقول لك 2022 دور اول مايو. الجمله مش عارف الناس محتاره فيها ليه، مع ان هي ما فيهاش حاجه. كلمه لتراتشر الادب من اسماء مجرده، يعني لا تاخد لا ايه ولا ان ولا زي. يعني ايه الاسماء المجرده؟ زي كلمه فريدم، انكارجمنت الشجاعه، كلينس النظافه، لتراتشر الادب برضو، بيوتي الجمال. كلمات المجرده دي ما بتاخدش اي اداه، يبقى نو ارتكل. طب ما انت هتقول لي عربك لتراتشر، ما هو العربك محدده اهي. لا يا باشا، هي اصلا الكلمه بتاعت لتراتشر اسمه مجرد، ما تاخدش حاجه. اتس تايم، اتس تايم لها قاعده، ايه هي قاعدتها؟ اتس تايم وفاعل يبقى ماضي بسيط. طب اتس تايم وفاعل وكلمه ماضي زي يستر داي يبقى ماضي تام. اتس تايم وفاعل يبقى انا عايز ماضي بسيط، يبقى استادت، مفيش كلمة ماضي في الجملة. هي ويل انفورم اس اوف ذا نيو، هو هيخبرنا بالاخبار اوف ذا نيو ديت بتاريخ الخبر افتر هي نقط ات. طب انت عندك الرابط افتر وجاي قبل منه مستقبل، يبقى بعد الرابط لما يكون جاي قبل منه مستقبل او امر، يبقى بعد الرابط مضارع بسيط او مضارع تام. مضارع بسيط او مضارع تام، مفيش مضارع بسيط، مفيش مضارع تام، بس في مضارع بسيط اللي هو نوز. You will find the nuts that you need on the top shelf، انت تجد كل اللي انت محتاجه على الرف العلوي. ذات من الكلمات اللي بيجي معاها كلمة all، يبقى all ذات كل الذي او التي. رقم ستة، رقم ستة ديا بيقول لي في فرق بين كلمة using cars و used cars. طب ايه الفرق؟ الفرق ايه في الترجمة؟ شوفها هي مفرد ولا جمع. لو انا قلت using cars يبقى استخدام العربيات. طب مين اللي ترجم الاول بالعربي كده؟ كلمة استخدام، 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 قلتها ثلاث مرات اهي، يبقى كده مفرد. بقول using cars is، using car is. طب لو انا قلت use the cars دي معناها العربيات المستخدمة، طب مين اللي تترجم الاول؟ العربيات، يبقى العربيات المستخدمة، يبقى هي كده العربيات دي جامعة. يبقى هو جايب لي r هنا بقى، يبقى انا بقى كده لما هو جايب r هنا هياخد using ولا used؟ انا لو خدت يوزنج قلت هيبقى اسمها استخدام العربيات، يبقى المفروض يجيب از.
انما لو قلت يوزد يبقى يوز ذا كارز يبقى ياخد ار عشان هي كده العربيات المستخدمه. طيب ليه مش يوزج ولا يوز؟ لان انت عندك كارز دي اسم واحنا محتاجين صفه يا باشا. طب ويوز دي يستخدم ده الفعل ويوزج زاش دي اللي هي الاسم بتاعها. ذا بوليس سيد جاست ناو قال دلوقتي ذات ذا ويندوز ان الشبابيك بفور نقط بفور ذا سيف ذا وينت انتو ذا بيلدينج. ده كلام جميل. بص يا معالي الباشا، انت ما بتلاقي في رابط جوه عشان السؤال ده يلخبط ناس كتير. بتلاقي رابط في جملة المباشر وغير المباشر مالكش دعوة بفعل القول خالص، تلغيه من حياتك عشان ما يلخبطكش. يبقى لما بتلاقي رابط جوه يبقى مالكش دعوة بفعل الايه القول. طيب هتمشي على حسب الرابط، هتمشي على حسب الايه الرابط والظرف. يبقى تاني جملة المباشر وغير المباشر ما فيش اسهل منها، بس انت بتتبع ثلاث حاجات. ايه هما التلات حاجات؟ عندك رابط يبقى انت بتمشي ورا الرابط ما بتمشيش ورا فعل القول، دي اول حاجة. عندك ظرف هتشوف الظرف ده متحول ولا مش متحول، مالكش دعوة بفعل القول برضو. لو مش متحول هتخلي الزمن عادي، لو متحول هتحول الزمن. طيب ما عندكش رابط وما عندكش ظرف يبقى انت ستك هتبص لفعل القول بقى. لو فعل القول مضارع هتجيب الجملة جوه مضارع، لو فعل القول ماضي هتجيب الجملة ماضي. تمام، ادي درس مباشر وغير مباشر كله في ثلاث كلمات. هنا عندي رابط يبقى مش هوصل لفعل القول. طب الرابط جاي بعد منه ايه؟ بعد منه ماضي، يبقى انا لازم هربط بماضي، لازم هربط بايه؟ بماضي. طيب يبقى المضارع يطلع بره. طب الرابط بفور ما بيجيش في الاستمرار، يبقى ما ينفعش وير بينج بروكن، لان الرابط تعاقب بفور وافتر والسون از وبايزا تايم دول تعاقب احداث، يعني لازم ماضي بسيط مع ماضي بسيط او ماضي بسيط مع ماضي تام. تمام، فضل عندي الماضي التام اللي في ايه والماضي التام اللي في دي. طب الجمله معلوم ولا مجهول؟ شوف الجمله بتعملها تلعب ازاي. الجمله مجهول، عرفت منين؟ من ويندوز الشبابيك. يبقى يبقى المعلوم يطلع بره، يبقى طلعت الإجابة هاد بين بروكن. Don't worry، لا تقلق. Your phone، التليفون بتاعك بنقط باي tomorrow morning. التليفون بتاعك هيتصلح بحلول الصباح. تمام، يتم تصليحه. طب الجملة دي جمع شقين، ايه الشقين؟ شق اللي هو بتاع المستقبل، والشق التاني هي معلوم ولا مجهول. تمام، هو التليفون ده هيصلح نفسه ولا يتم تصليحه؟ لا هيتم تصليحه. يبقى المعلوم بره، يبقى احنا عايزين مجهول بس، يبقى نطلع المعلوم بره. يبقى المعلوم بره، المعلوم بره، فضل المجهول. is going to be fixed will have been fixed، الاثنين مجهول. الاثنين ايه يا باشا؟ مجهول. طيب طب وانت عندك باي والفترة الزمنية في المستقبل تدل على المستقبل التام، يبقى will have been fixed. this mess، هذه الاسطورة is passed down، بتمر من from generation to generation، من جيل لجيل. the anthem of mess، مس دي يعني اسطورة، تساوي legend، تساوي فابل. طيب عكس اسطورة ايه؟ حقيقة، يبقى fact. tale معناها حكاية، وفيرلي يعني بعدالة او بجمال، وليجند اسطورة. The old man was grumpy. grumpy يعني عبوس، يعني مكشر عن حواجبه، عامل مكشر بحواجبه. طيب as he had missed the train، لانه هو فقد القطار، ملحقش القطر يعني.
The word grumpy is close to، يعني غاضب دي قريبة في المعنى من كلمة ايه يا باشا؟ من كلمة furious اللي هو شديد الغضب، very angry يعني. curious فضولي، delayed متأخر، excited مصار. The rate at which goods are produced، المعدل اللي بتنتج بيه البضائع. And the amount produced، وكمية المنتجة. Especially خاصة in relation to، بخصوص the work time العمل، وقت العمل. And the money والفلوس needed to produce them is called، دي كلها اسمها ايه؟ productivity الانتاجية. Priority اللي هي الأولوية. Brainstorming العصف الذهني وبروجرس التقدم. The youngest son، أصغر الأبناء. usually عادة has a special، له إيه خاصة؟ in the heart of the family، له طبعا مكانة، مكانة يعني بليس، ومكانة في القلب. مارك علامة، بانشمنت عقاب، بادجت ميزانية. unless a new نقط is found to control traffic، يعني عايز يقول بدون منهج او اسلوب او طريقة جديدة توجد التحكم في المرور. we will never find a solution، مش هنجد حل to the dilemma. dilemma دي يعني محنة او ورطة او مأزق. طيب يبقى عايز منهج او اسلوب او طريقة، يبقى approach. مر curriculum، curriculum ده منهج دراسي، انما approach منهج او اسلوب او طريقة يعني بنمشي عليها. altitude معناها ارتفاع، وrespect يحترم. which sentence is incomplete، غير كاملة، جملة غير كاملة. the chef cooked lunch، والله ده انت عندك الفعل والفعل والمفعول، يبقى كده الجملة كاملة. the bus broke down، الاتوبيس تعطل، يعني الجملة مبنية المجهول، يعني الجملة كاملة. the house كلابسد، المنزل انهار، يبقى جملة كاملة، لأنها برضو مبنية المجهول، بادئ بالمجهول وجايب الفعل. fortunately لحسن الحظ، هي uninjured، هو غير مصاب. طب هو غير مصاب، هو مين بقى اللي غير مصاب؟ ما انت ما قلتليش. وغير مصاب في ايه؟ يبقى دي جملة ناقصة مش كاملة. وايه تاني؟ والمفروض ان هي، قول لي هي از uninjured، المفروض في از يعني. وبكده نكون خلصنا الامتحان رقم 33، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.